أحبة كرام، هذا الشمع طبيعي مع ثارية المحل قال لي في مشكلة في الشمع، ما في مشكلة في الشمع، كانت في يرقة شلناها برا خلاص، هذا شمع شمع طبيعي أورجانيك، يعني تأكد الشمع مع العسل، هذا شفاء للمعدة، شفاء. شوفوا ها، شوفوا التختيم، شوفوا الحين أنا شو بيفككني من هذا؟ أنا أحب صراحة العسل. شوف أنا مأمون ومحمد، شو رأيك؟ شوف ما شاء الله. الحين أحبة الكرام، هذا حاط أبو حمدان، هذا الكيلو حاط أبو حمدان، يعني كل ليلة الواحد مثل الوقت هذا قبل السحور أو قبل معناه وعند الفطور، لكن قطعة مثل هاي ديليشوس سوبر، يعني عسل صدر مع شمع تبلع بلع أورجانيك، يعني ما فيه أي مادة برافين ولا كلام فاضي. على فكرة عرضناه على 200 من فترة والله مو بسهلة، بس عشان كراما لزبائننا كرام. الحين راح يرجع إلى هذه راح ترجع إلى 450 درهم، اللي يبقى أهلا وسهلا وإنه ما يبقى يجلس في بيته. 15 يوم أعطيتكم خلاص، يعني ما قصرت، لكن راح